إياكم أن تشتموا أحدا حتى في دفاعكم عن إخوانكم وعن مشايخكم، إياكم. يقول إذا جاريت في خلق دنيء فأنت ومن تجاريه سواء، صرت مثله يعني. وقرأوا بتدبر ما حصل بين فرعون لما جاء موسى يدعوه إلى الله عز وجل في أول سورة الشعراء. ما كان يشتم موسى، يدعو إلى الله ذاك يشتم، أفعلت فعلتك التي فعلت؟ موسى ما يشتم، يدعو إلى الله، ربكم رب آبائكم الأولين، رب السماوات والأرض ما بينهم إن كنتم موقنين. ذاك يقول كذا، ولبثت فينا من عمرك سنين، ربيناك وعطيناك وقتلت واحد وهربت وفررت، ويعيره ولا يدعو الله عز وجل. كونوا هكذا، إياكم والدعوة الفرعونية، وعليكم بالدعوة، بدعوة الأنبياء المرسلين.